الشيفات والبتاع لحد الناس اللي هي بص والحريم واقفه ايه. الحريم دي بقى لها معايا سنين، بقول لك انا مشيت، انا ما مشيتش حد ولا هو ولا هو بيدي مرتبات لحد. يا جماعه 850 واحد وتطلع على القنوات وتيجي تقول لي انا اتنصب عليا، انت مش هتتنصب عليا. الامانه زي ما هي ما اتغيرتش، الامانه هي 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 هي، بس هو كل القصه السبب الخلاف. سبب الخلاف اللي بينه وبينه واحده قريبته عايز يشغلها معايا غصب عني. المطعم كله ما بيحبهاش، المطعم كله 850 واحد ما بيحبهاش. حد فيكم بيحب ام محمد؟ حد فيكم بيحب ام محمد؟ يعني هو السبب الرئيسي حضرتك ان هو عايز يشغل حد؟ حد فيكم بيحب ام محمد؟ ما في ام محمد هي سبب المشكله بين كلتوا الاثنين. طب ايه حكايه بقى ال 150؟ يعني متابعينا الكرام، احنا هنا من امام مطعم صبحي كابر بنرصد لحضراتكم كل التفاصيل المهمه في بيع المطعم والشائعات اللي حصلت. وعامل لي توكيل بالتوكيل بالعلامه التجاريه في الشارع عقار وكل حاجه وعقد تسجيل والمحامين بتوعه. طب انت بتعمل ليه حاجه؟ انت بتضغط عليا. قلت له حتى قلت له يا عم خد مطعمك، خد مطعمك وانا مش عايزه. عرضت فيه شهود على كده. انت عرضت؟ عرضت شهود وناس صحابه وصحابنا نفس الحاجه هي هنا. طب انت كنت كل يوم كنت عندي بتقول لي انا في العيد وبعد العيد وتلف لي على المطابخ. طب انت افتكرت ايه اللي صح الموضوع ده دلوقتي؟ انت ايه فكرت؟ يعني انت بقالك 11 شهر مديني المطعم، ايه اللي فكرك بالفلوس دي؟ انت بتقول لي ليك فلوسي من الوقت وحاجه. طب انت يا حاج صبحي اولا مفيش حد بيعرف يضحك عليك، وثانيا لو انت ليك عندي مليون انا هديهولك 10. انا كل فلوسي في الفلوس اللي جت لي حاططها لك ايداعات بالبنك، وانت عامل لي بيها توكيل في الشهر العقاري بالعلامه التجاريه. بقول لك العلامه، لا العلامه التجاريه انا واخدها منه، بس هو كل اول حاجه عملها الصفحه ديت بتاعت انا وهو، ده مش بالكلام ده في ورق. فطبعا السوشيال ميديا مش محل ورق مش نعم. لكن انا برضو هي انت بتوضح وانا بوضح، اتفاق يعني بينكم. لا بعقد مش اتفاق خالص نهائي، الا نهائي مفيش اي خلافات. طب ايه يعني ايه سبب الشائعات كلها اللي هي منتشره كلها على السوشيال ميديا حضرتك؟ يعني كل انت بارز بالك، احنا عايزين ناكد. طلع فجاه كده يعني القصه كلها العماله جت. استقبلت الموضوع ازاي؟ جزء من العماله جالي بصراحه قال لي احنا مش قادرين نشتغل مع الست دي. تمام. فقلت له دي بدايه الموضوع. قلت له احنا صبحي الست دي يا سيدي قاعده في البيت وانا مرتبها عليا. مرتبها عليا قاعده عشان انا عندي دماغ في ضغط، فالعامل دوت لو انت ما ريحتوش نفسيا مش هيعرف يشتغل، عشان ده شغال في حاجه الاكل عشان يعملها بنفسه. تمام. شمال يمين حصلت طبعا دروب، عمل الدروب كده قصه معايا كانت هي مكلفه بالايجارات المول، ادت الايجارات للناس ومواصلات لي انا خدتها. فانا يا ستي انا خدتها خلاص، انا في شرطه هتجيب لي حقي مفيش اي مشاكل. فبعد اذنك يا حاج صبحي لو انت عايز مطعمك تعالى اتفضل خده بالاستاف، هو اللي انت مسلمهوني من خمسه اللي شغال معاك بقالهم من 25 سنه. عيب ما تطلع تقول كده الكلام دوت، ما يصحش عشان انت ناس كبيره. انت كده ما بتاذينيش انا ممكن اقفل المطعم، بس انا مش كنت لو كان في فكره القفل، بس انا القفل لقيت اللي انا اقفل المطعم تبعي عشان خاطر العماله اللي فيه. انا في رقبتي ربنا كان مكلفني ب 850 واحد. انت قلت برضه تصريحاتك ان انت يعني مش من حقه ان نفتح مطعم تاني نفس الاسم خلاص. انت اشتريت براند بالاسم ده. ده العقد اللي بيقول كده. ده العقد. العقد. وهو المديرين كمان اول لما جيت استلمت هم اللي جو قالوا له يا جماعه هو ده مكاني انا هنا. انت اللي انت هتعمل اللي كنتوا بتعملوه معايا هتعملوه معايا ولا زياده ولا نقص. وضح هو الموردين. الموردين هم الحاجه هي الخامات هي الصناعيه هي اللي يعني انت كنت متفق معاه. حكايه ان هو بيورد لك اللحمه وبعد كده انت ما رضيتش تاخد منه؟ لا هو بيورد لي بيورد، هو قطع اللحمه وقطع عليا الخط الساخن. يعني هو اللي قطع عنك عشان يعجزك يعني؟ نوع من انواع التعجيز والضغط. طب هو الخط، طب انت بتقطع لي الخط الساخن على المطعم، ما هو الخط الساخن ده انت في زاد عن 70 ديليفري في المطعم غير الكول سنتر الشيفتين، زاد عن 100 شخص مرتبطين بالخط الساخن دوت. انت كده بتقطع عيشهم، وانا صامد عشان خاطر مش هقطع عيش حد، انا صامد لحد اخر دقيقه. وانا عايز بس محتاج يا جماعه الحاج صبحي ملهوش عندي حاجه، الحاج صبحي واخد فلوس من القيمه وبيضغط عليا اللي انا امشي العماله. عايز النهارده يعني المفروض طبعا ساعات الاعلى النهارده، لكن انت بتتكلم ان كل حاجه انت وصلتها بشكل قانوني بشكل قانوني وحتى الصفحه يعني هي نقطه الخلاف كلها بلد الصفحه اللي هو ما ينفعش يقفلها عليا، ما ينفعش يقفلها عليا. وهو قال لي ساعه البتاع قال لي كان قال لي تعالى روح الخط الساخن باسمك. فقال لي بس في مشكله هنا، الخط ده هيتاخد منك ثلاث ايام، ممكن حد يخش لازم ترجعه للشركه يقعد ثلاث ايام عند الشركه. فانا قلت له طب قال لي ممكن حد يخش يشتري غيرك. فقلت له لا يا عم، طب وليه نعرض نفسي؟ خليها يا عم باسمك. باسمك
هو انا وانت ايه واحد؟ مساله ان هو كان صاحبه يعني الدنيا دي كلها وبيتعامل زيه زي حد جديد، دي زعلته نفسيا. فطبعا نهائي يا فندم. الناس اهو، الناس اهو، الناس اهو، ده مورد اهو. انا مورد. ده مورد هو بيورد بقاله 3 4 سنين للمطعم. انت اللي بتورد الحاج صبحي للمطعم. العلاقه اتغيرت حاجه واحد، مفيش اي مشكله. طب انت كان في مشكله مثلا في الفلوس، اي حاجه؟ مفيش اي حاجه. هي الجوده اللي انا بسلمها، واحد اللي انا بشتغل فيه انا ما بغيروش. يعني حتى لو اتطلب مني انا ما بغيروش، انا شغلي واحد. التعامل زي ما هو بنفسه. انا اقدم جزار عنده، بقى لي بتاع 30 سنه بقى. احنا دلوقتي على الهوا دلوقتي وبنتكلم معاك ونرحب بيك على شاشات كل المواقع. قول لي احكي لنا عن، يعني طبعا انت عشت فتره عم صبحي صح كده، والفتره اللي انت فيها ايه؟ يعني في تغيير؟ احكي لنا بقى ايه في المعامله. لا مفيش حاجه اتغيرت، كل حاجه تمام. اخر مره شفت فيها عم صبحي هنا امتى؟ كان في العيد الكبير. بس جه هنا قبل كده. وجه من اخر مره كان من 15 يوم، كان قاعد بخش على الصفحه. كان طب استقبلت الموضوع ازاي ولما عرفت المطعم اتباع؟ زعلان وحزين كده. طبعا الواحد طبعا زهق طبعا، المعلم برده موجود. تمام. لكن ما تعاملتوش مع حاج صبحي ان هو حد بقى غريب خلاص يعني؟ يعني بعدين لما كان بيجي هنا، هو قصده لما كان بيجي هنا الحاج، كان حد بيعامله معامله وحشه ولا كنا بنشيله فوق دماغنا؟ كنا بنعامله معامله كويسه. طب تمام. يعني طب هو في عرض عليك حاجه مثلا خلال الايام الماضيه؟ قال لك عايزين حاجه، ولا انت تفاجأت ان هو طلع على السوشيال بيهاجمك؟ قلب 360 درجه من غير اي سبب، بدون اي مسابقات. ما اعرفش بقى، يعني انا ده نوع من انواع. طب انت لما ظهر حاولت تتواصل معاه ان انتوا توصلوا لاتفاق؟ في ناس تواصلت، ناس محترمه من منطقته هنا من رود الفرج. هو رافض. طب انت يا حاج صبحي ما ينفعش اللي انت بتعمله دوت، ده في قطع عيش للناس. في قطع عيش للناس. يعني انا المطعم دوت اول مره سنه من السنين يفتح في 30 يوم شهر رمضان. كان الحاج صبحي بيقفل 20 يوم. ايوه ده كان حقيقي. كان بيسافر في اي حته هنا ده حقيقي. انتوا فتحتوا عشان خاطر الناس، والناس خدت اجورها كامل القيمه. اول مره اي نعم ده كان بخساره عليا، بس انا ما رضيتش، اتحملت برضه، قلت لي عشان الناس ديت رمضان شهر رمضان في ناس مصروفات وفي بتوقع على الناس، وانا برضه ما قصرتش. طب انت بتعمل ليه كده يا حاج صبحي؟ يعني انت بتعمل كده؟ يعني ما اتصلتش بتليفونيا من بعد التصريحات يعني؟ بعت له ناس عمال. انا حتى يعني انا بطلب برضو، انتوا ناس طبعا كلكم ناس افاضل. شوفوا كده الاحاديث الصحفيه اللي هو عمال يعملها، كلام متناقض مع بعضه. واضح ان الموضوع مؤثر على حضرتك نفسيا، عشان هو عشان صاحبك البيع ده بتشايف طبعا اكتر من سنه لسه ما غيرش نهائي اهو. فين عماد يا استاذ عماد؟ الراجل ده شغال معاه بقاله 15 سنه. عماد كباب، عماد الكبابجي. في حد مشي من الكبابجي قدام او حاجه؟ طم معايا زي ما هو. بقالك معاه قد ايه؟ 14 سنه. وفي ناس اقدم مني، معايا اتنين جوه، معايا محمود عباس ده ما اشتغلش غير هنا. بقى معاه قد ايه؟ لا محمود عباس حوالي 20 سنه. طيب ماشي. ولا حاجه. استقبلت الموضوع ازاي لما عرفت المطعم اتباع؟ وكان شعورك ايه يعني؟ ايه الشائعات اللي حصلت؟ تقريبا احنا مش ضربنا بحاجه. المطعم زي ما هو، المبلغ يعني متابعينه كل المصريين ان كل حاجه زي ما هي، المطعم شغال وكل حاجه تمام. مش حكمه يعني. هو قال ان هو باعه ب 125 مليون. لا هو قال. بص يا فندم، الكلام ده موجود في عقود وايداعات بنكيه. ايداعات بنكيه. طب هل كان في اتفاق ان هو يورد لكم لحمه وبعدين بقى 4 شهور مفيش لحمه؟ لا يا فندم، ده اخر مره ورد فيها لحمه يوم الخميس اللي فات. من 4 شهور مفيش. لا يا فندم مفيش الكلام ده، وفي الحساب عندك. شايف طبعا الصف كله واقف معاك النهارده، ويعني وثلاث ارباع المطعم كله واقف. انا شايف الدنيا كلها واقفه معانا بره. هي الجروب اهو، ده مدير الجزاره اللي بيجي يستلم جزاره الحاج صبحي. اللي معاكم اللي يعني استلمت امتى اخر ما هو كل ده يا فندم؟ انا الصفحه ديت بتختم عقد معاه. بس طيب. هو قفلك ده من انواع الضغط. طب في كلام حضرتك ان اللي كان بس ما قطعش، كان يوم الاربعاء الاربعاء اللي فات لحم المعلم اهو. يا حاج ممكن تكمل كلامك ده؟ يوم الاربعاء اللي فات خط الساخن اروح بيقطع ويقول لك خط الساخن كمل يا عم. يعني انت شفت المعلم ده كان راح يتنزل لي عنه، هو قال لي ما تتنزلش عنه عشان في خطوره. هو كان راح يتنزل لي عنه في خطوره ان حد ممكن يخش، لازم اللي فاضل ساكن ده عشان ترجعه تاني. في الخطوره كلها ان ممكن حد يخش يشتريه. فانا قلت له لا، ولا تغير، خليه باسمك، ليه نقع في خطوره زي دي؟ ما انا وانت واحد.
دلوقتي دلوقتي الجمهور عايز يفهم القصه دي تعود على الناس اتعودت تيجي مطعم الحاج صبحي اي مفتوح انت كواحد اشتريت بعد كده الدنيا برضه مفيش انا شاري بقالي سنه ومفيش حاجه اتغيرت نهائي مفتوح مطعم وجزاره ودليفر وكله بالناس اللي فيه والمطعم ده مش هي ما اتغيرتش اللي بقاله 25 سنه انا معايا ابن اخو شغال جوه في المطعم معايا المعلم صبحي قال ان هو العلامه التجاريه ما بحاش وهيرفع عليها قضيه لا يا فندم بحكم يعني صبحي جاب العلامه التجاريه بقى بعد يعني مهما هو رفع قضيه خلاص هي بتبقى يا باشا سمعت وهو عارف بكده طيب ممكن حاجه نسالك يعني كان سر بيع ان هو حد يبيع لي مطعم مثلا بنى فيه طول عمره اكيد كان في سبب هو بيقول لي تعب حاجه صبحي ربنا يديله الصحه كان عنده جاله وعمل قلب فهو انا اقرب واحد قال لي انا ما عنديش اامن منك اديله المطعم يعني هو ما بقوش بسبب ان هو اتنصب عليه بسبب ان هو خسر لا خالص الحاج صبحي ما بيتنصبش عليه يعني ما فيش موضوع اي نوع من انواع الخساره نهائي واصحابه امير حموده والحاج مسعد الورش هم اللي يدلوا امير حموده واجيبوا لك صاحبه بقاله 25 سنه ده كان في مشكله بتاعت واحد دوره بقالها كام سنه وراحت لحالها فهو جاي يقول لك انا المطعم حصل حريقه او مش حريقه لا ما حصلش الكلام الجمهور طبعا متعلق باسمه يا صبحي كابر مطعم وشخص هو الجوده هو الموردين هو الشيفات هو اللي اصطف لحمه وجزاره ومطبخ وكله مفيش اي تغيير في المطعم بس انا بطالب الساده المسؤولين ان هم يحلوا لي مشكله الخط السخن عشان الخط السخن ده مرتبط بالمطعم هل جات الامر القانوني معاه ايه يعني انا كل ما عملتش كل حاجه عشان في حاجه اسمها عيش وملح وفي عيش حضرتك تعرفوا الحاج صبحي بقاله قد ايه 25 سنه بنصيف مع بعض ما بنروحش اي افراحنا احزاننا مع بعض طب ان كان بايح فعلا المطعم الحاج بتقول برضاه وان هو تعب ليه اللي حصل النهارده وامبارح انا ما اعرفش اكيد في حاجه حصلت ان هو ما اعرفش هو كل ده بسبب ان الست قريبته ديت الناس اللي عايزين شغالين معاها مش عايزينها في المطعم دي بدايه هل فعلا في واحده ست المشكله اللي رد الكومنت في الصفحه ده كان حد من هنا ولا حد تبع لا دي ناس مش تبعنا مش تبعكم طيب. خالص في حين ان انت اشتريت الصفحه ازاي سبتولها سبت الصفحه لحد دلوقتي حد تاني بيتعامل فيها كادمن يا فندم انا الموضوع معايا مش مع صبحي ورقه وقلم نهائي يعني المعلم صبحي والحاج صبحي كان بيقول ان هو بقى زي الكومبارس في مطعمه ما عادش بيتقلب يا معلم نهائي والاستاذ خالد عصام هو كنا مع الاستاذ هشام فوق شويه بيقول ان هو لما بيجي يستقبلوه استقبال جماهير استقبال الملوك يتم استقبال حاجه صبح استقبال الملوك استقبال الملوك وتصوير وزغاريف قال الحاج صبح ان هو بقى يجي يعمل فيديوهات عشان يسترزق منها نهائي يا فندم الكلام ده طبعا منتشر الحاج صبح اكبر من كده بكتير وربنا يزيده وهو ربنا يزيده قوي يعني وربنا يزيده ويسترها عليه في حاله ان هو لو ما تحلش الامر زي ما حضرتك عايز ودي هتلجا الامر القانوني معاك دي بقى هنشوف في ناس متدخله ناس افاضل وجهات امنيه متدخله تحل الحل المشكله دي في حاله ان هو لو واحنا نقبل ان هي ما توصلش كده عشان خاطر خوفا من على العماله اللي شغاله في المطعم ال 850 فرد هو بيقول ان انك مشيت نص العماله نهائي نهائي هو جيب لك مدير الاتش ار مدير شؤون العاملين في المطعم هو اللي يقول يعني طبعا المطعم الكرام زي ما حضراتكم شايفين احنا هنا متواجدين عند مطعم صبحي كابر وكل العماله والعمال ويعني كل القدامى الموجودين في المطعم موجودين عشان خاطر الموضوع الاخير اللي حصل احنا بنرصد لحضراتكم كل التفاصيل بشكر حضراتكم حسن المتابعه دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اكثر من مره وفي شهور قلت له خلاص هو قلت له يا حاج المطعم حلو زي الفل واستريحت بقالك كام شهر في البيت خلاص كفايه